اجل حضرتك يا كابتن، يمكن محتاجين نستعرض مشوار النادي الاهلي. ان شاء الله. اتفضل يا كابتن. ان شاء الله. يمكن مشوار النادي الاهلي في نهائيات الدوري العام السنه دي، الجوله الاولى كانت فوز على نادي سموحه 3-0. الجوله الثانيه كانت الخساره من امام بتروجيت، وكانت دي مفاجاه 3-2. خليني بس يا كابتن نقول دي لقطات حيه من ارض الملعب. اتفضل يا كابتن. وطبعا الفرقتين نزلوا وزي ما حضرتك قلت فعلا 45 دقيقه بدايه تقريبا لتسخين هي فتره كافيه، والفريقين نزلوا وبدات عمليه الاحماء، ودي لقطات حيه من ارض الملعب. انا اسف يا كابتن لمقاطعه حضرتك، اتفضل يا كابتن ممدوح. هنروح للجوله الثالثه، الفوز على نادي هليوبلس 3-0. الجوله الرابعه مباراه مؤجله مع الترسانه، وكانت حدد لها يوم الاربعاء القادم، بس برضه نفس الحكايه اتاجلت لبعد النهائي مع الزمالك في نهايه الدور الاول. ليه يا كابتن اتاجلت؟ ليه اتاجلت؟ لان النادي الاهلي طلب يبقى الفرصه متساويه مع نادي الزمالك. النهارده لعب الزمالك، هيلعب الجمعه، هيلعبوا يوم الاثنين، ما يتحطليش ماتش متاجل يوم الاربعاء القادم. هيبقى بالنسبه لي لعبت ماتش زياده عن نادي الزمالك، فده من الاتحاد عايز برضه يقدم تكافؤ الفرص وتبقى النتيجه عادله، فرحل المرحله بتاعه الترسانه لبعد ماتش الزمالك ان شاء الله. وده طلب مشروع، لان انت كنت هتلعب اربع مباريات في اسبوع. دي حقيقه. هتلعب النهارده، هتلعب الاربع الترسانه، هتلعب الجمعه مع الطيران باين، وهتلعب يوم الاثنين القناه، انا اسف، هتلعب الجمعه مع القناه، والمباراه اللي بعديها اللي هي يوم الاثنين الزمالك. فكده هتلعب اربع مباريات في اسبوع، مش هيبقى في تكافؤ فرص. صح. دي حقيقه. تمام. دي حقيقه. نروح للجوله الخامسه، الفوز على نادي سبورتنج 3-0. الجوله السادسه، الفوز على الداخليه 3-0. الجولة السابعة الفوز على الطيران 3-0. الجولة الثامنة الفوز على الاتحاد السكندري 3-0. بس كانت نتيجة الأشواط مع النادي الاتحاد كانت كلها متقاربة. متقاربة 25-23 25-22. أنا شفت النتائج واستعرضتها امبارح في حلقتنا الأبطال. كده النادي الأهلي عنده 19 نقطة، فرق بينه وبين نادي الزمالك 4 بونت، وليه مباراة مؤجلة اللي هي بتاعة الترسانة اللي احنا أشرنا ليها. وبعد ان شاء الله مكسب مباراه الترسانه هيبقى الفرق بونت واحد، متوقفه بقى على لقاء الاهلي والزمالك، هيترتب عليه مين البطل في نهائي الدور الاول. الدور الاول بس. خليني اقول لك من تحليلنا للمشوار كده يا كابتن، النادي الاهلي مستواه ثابت، مستواه مرتفع، هي بس التعثر الوحيد اللي حصل امام بتروجيت، ويستطيع استدراكه. يعني اقدر اقول لك ان انت لسه عندك الفرصه. هو الولاد حسوا طبعا بغلطتهم في ماتش بتروجيت، ان هم كانوا كسبانينهم في الادوار التمهيديه ماتشين ورا بعض. صحيح. فكان الماتش المفروض وان سايد جيم، للاسف خسروا الشوط الاولاني، الماتش مشي ايكوال. كابتن محمد رجع الفريق الاساسي تاني، وخبرتك كسبنا شوط، تعادلنا 1-1. الشوط الثالث كنا كسبانين 2-1. الرابع والخامس للاسف كانت اللعيبه مش موفقه، وخسرنا الماتش ده بطريقه عادي جدا. مفيش مشكله كابتن، ودي كبوه لاي فرقه، يعني اي فرقه ان شاء الله نتداركها. بس هم اتزنقنا احنا، وخبر حضرتك في 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 اللقاء اللي جاي مع الزمالك، كان فرصه ان انت تكسب الزمالك تبقى خلاص الماتش الثاني ملوش اي اعتبار، انما كده انت لازم. صحيح. تكسب الزمالك ماتشين. والجميل يا كابتن ان الجمهور ساند الفريق بشكل رهيب، يعني الفريق ده اللي طالما اسعد جمهور النادي الاهلي، لقينا بقى حتى بعد الخساره من بتروجيت مسانده جماهيريه غير طبيعيه. دي حقيقه، انا حسيتها من كل المواقع، ان جماهير النادي الاهلي عارفه طبعا رجال النادي الاهلي للكره الطايره، اصحاب انجازات طويله عريضه من مواسم سابقه، محققين القاب كبيره، داخلين موسوعه جينيس للالقاب، وخبر حياتك معاهم نجوم وكوكبه من اللعيبه زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح ومحمد عادل وعبد الحليم عبو واحمد سعيد. مجموعه بصراحه بقى لهم كام سنه بيلعبوا مع بعض، فمحققين انجازات كبيره جدا جدا. طب يا كابتن